تخالها ثكنة عسكرية لاتساع مساحة المنشأة على الارض تتضح الصورة فيظهر قصر ضخم يبنى على 455 دونما قرب قرية الكشفة التابعة لطرطوس ويحوي ملاعب ومسابح ومهبط للمروحيات وغيرها من الميزات. قصر العرابي هذا والذي قيل انه كلف حتى الان ملياري ليرة يملكه المدعو خضر علي الطاهر الملقب بالغوار والذي كان بائعا للفروج في صافيتا قبل عام 2011 ك كما تؤكد الشهادات كثيرين على ان هذا القصر ليس الا قمه جبل الجليد في ثروه الغوار اذ يملك ايضا شركات للاستيراد والتصدير والنفط والغاز والسياحه وقطاع الصناعه والبناء نيابه عن نعم السيد رئيس مجلس اداره مجموعه امل الاقتصاديه الاستاذ خضر علي طاهر كما ولج مجال الاتصالات والإعلام بإنشائه شركة إيماتيل للاتصالات إيماتيل بالشعلان وإلا للخدمات الإعلامية كما أصبح اسم بائع الفروج يتصدر برنامجا يدعم ذوي قتلى وجرح البوط العسكري أخوي باب السبع. ويملك أيضا ميليشيا مسلحة تحوي المستفيدين من فتاة السلطة متهربون من الخدمة الإلزامية شبيحة ضباط متقاعدون كلاب جمعهم في شركة القلعة للخدمات الأمنية التي تحمل الحجاج الإيرانيين في سوريا ليس صعبا معرفة سبب النقل في حياة الغوار طالما أنتجت مزرعة أسد حيتانا آخرين مقابل الولاء وليكون واجهة اقتصادية لها حيث تؤكد مصادر أن الرجل المعاقب أوروبيا جمع أموالا طائلة من صفقات المخدرات والآثار والتهريب مع لبنان إضافة لعائدات المعابر في الداخل السوري إنه شبيح فوق العادة وفوق حكومة أسد نفسها كونه يضرب بسيف ماهر الأسد شخصيا ويحضر هنا كيف سحب الغوار قرارا من وزير داخلية النظام محمد رحمون يقضي بمنع التعامل معه في معابر حلب كما حذف تلفزيون أسد مقابلة تضمنت اتهام فارس الشهاب للغوار بالفساد في المحافظة على هذا يفهم أن الكلمة العليا في مزرعة النظام للصوص حتى لو كان خصومهم أشخاصا أشداء من وزن لواء مخابراتي كرحمون أو عضو مجلس تصفيق كالشهابي اعدام ميداني هيك لازم كيف نعيش احنا اليوم يجوع الكرام في ظل حكم اللئام بعدما استمرأت حيتان جائعة بالفطرة أكل من جوعتهم طيلة نصف قرن فما خضر إلا واحدا من رموز الفساد التي أفرزها حكم الأقلية المتطرفة التي قتلت مليون سوري وهجرت عشرة ملايين آخرين وباعت مقدرات البلاد الاحتلالين روسي وإيراني